لله صدق الله العلي العظيم. اليوم فطور قوي. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل بها ثانيه. لازم اقرب كده. ثالثه باعلى اصواتكم. اللهم صل وسلم على محمد وآله. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لإرثكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة ورضيع العصمة وأبا الأيمة يا سيد الشهداء يا غريب يا مظلوم روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب الأمامة والرداء ومخضبا بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلاء وخلي حديث الباب ناحية فما والله وخلي حديث الباب ناحية فما تذكرته إلا جريت مقلتي عبرا بنفسي التي أوصت بإخفاء قبرها ويل عليها بنفس التي يا زهراء بنفس التي أوصت بإخفاء قبرها وكان بعين الله أن دفن السر بنفس التي ليلا توارت بقبرها فاطمة توارت بقبرها
أحرى من المرض ما أشوف يا حيدر سلامه يتزوج عقب عيني يا أبو حسين بأمانه بس الله الله عقب عيني سكن خواطره ونشف دمعة العين بعد جمع أصحابك عقب موت وجهزوني وشيل الجنازة بليل خفية ودفنوني خلو بيتي يوم الباب عصره لا يحضرون جنازتي يمشيد الدين لكنما الأمر لله والعاقبة للمتقين والنار للعاصين وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد صلى الله عليه وآله أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ثانية وثالثة على صلاة اللهم صل وسلم محمد وعلى محمد وعلى محمد من المسائل الشرعية التي يذكرها الفقهاء ما يرتبط بباب الإقالة. قالوا من شروط الإقالة سخر بالكم من شروط الإقالة قابلية العقل للإقالة لأن بعض العقود ما تقبل الإقالة أبدا لذلك قالوا بأن الإقالة لا تجري في عقد النكاح في عقد الزواج. والله الزوج مثلا يقول لزوجته أو لخطيبته يقول لها مثلا خلاص أقيليني من الزواج خونت بطلت ما أريد أواصل يصير ما يصير قالين كان الصدم انتظر. صلوا على محمد وآل محمد. الله صل وسلم على محمد. أو الزوجة الخطيبة مثلا بعد العقد تقول مثلا إلى خطيبها والعاقد عليها يا فلان أقني من هذا الزواج خذ مهرك مع السلامة. يصير ما يصير عقد الزواج عقد النكاح ما يصير فيه إقالة أقلتك وأقني مع السلامة ومع السلامة لا زواج هذا زواج لا يفسخ الزواج إلا إذا كان من الزوج يفسخ بماذا؟ بالطلاق يطلق معقد أقلتك وأقلتني مع السلامة مو معقد بيع هذا أو مثلا أقلتك وأقلتني ومع السلامة ومع السلامة لا زواج يفسخ من قبل الزوج بشروطه بالطلاق ومن قبل الزوجة إن أرادت هي أن تفسخ هذا العقد بماذا؟ بالخلة مع البدل. الزواج بعد الزواج لا يقع فيه ماذا؟ ما يقع فيه الإقالة لازم طلاق من قبل الزوج لازم خلع من قبل الزوجة إذن هذا عقد لا يقبل الإقالة.
إذا من شرائط الإقالة قبولية قابلية العقد. لماذا يا أخوان الإقالة؟ سواء البيع، ذلك يجي في البيع، أو من في الإجارة. سيان قال مو بس في البيع، حتى في الإجارة. إجارة سواء كانت إجارة سكن أو إجارة عمل. لما تصير إجارة بين اثنين على عمل أو على سكن وتمت الإجارة بشروطها فقد لزمت. لزمت الإجارة مثل البيع، تلزم لزمت الإجارة. فلا يجوز لأحدهما فسخ الإجارة، لا يجوز فسخ الإجارة. والله يجي هذا صاحب البيت اللي أجار صاحب الشقة يقول للمستأجر خلاص بطلت من الإجارة، هون اطلع. يصير ما يصير؟ خلاص تم العقد ولا تم العقد. لا يجوز لصاحب البيت لصاحب الشقة أن يجي مثلا بعد مدة والله أريد الشقة ما تطلع. ما يمكن ذلك. إذا في وقت مقرر وقت معين لا يمكنه ذلك. تم العقد لزم، مقلنا لزم، يعني لا يحق لأحدهما فسخ العقد ولا فسخ الإجارة. وكذلك ما يصير يجي المستأجر إلى المؤجر بعد مدة يقول لا أنا صحيح استأجرت من عندك سنة لكن خلاص أنا بطلع. أوينت أقني بس والله ما أريد أفسخ. قال الصيغ ولكن هو يريد يفسخ. يصير إلا بالتفاهم، إلا بالتراضي، إلا بالإقالة. يصير إقالة لما يصير تفاهم. أما هو كذا صاحب البيت يقول له أطلع ما يجوز. ليه؟ لا يجوز له أن يخرجه، لا يجوز له أن يفسخ العقد، لأن عقد الإجارة لازم. تم العقد، تم العقد، يعني ما يجوز فسخه لا من قبل المؤجر لا من قبل المستأجر أبدا، إلا بالتفاهم، إلا بالتراضي، إلا بالإقالة. يعني صاحب البيت يقول للمستأجر إذا يمكن تطلع، وأنا مثلا زي الجعالة اجعل لك مثلا اجار 6 شهور اعطيك يغريب، او مثلا كذا يقول مثلا اشيل اغراض، يعني اذا تطلع انت انا بامكان اجيب كذا سوى اشيل اغراضك علي الشيلانهم اوديهم لاي مكان تبغى، اخصم عليك اجار مثلا فاتورة الكهرباء ما تسلمها انا اتكفلها. يغريب حتى يرضي. فإن وافق صارت إقالة. شلون؟ أما أنه يقول له اطلع وكذا وما أريدك إلا إذا تم العقد خلاص ما دام مؤجر، حتى لو إن شاء الله فرض له استأجره سنتين خلاص عقد سنتين ولكن يدفع كل 6 شهور ما يجوز له يقول 6 شهور العقد سنتين وعلى الدفع على الأجار. فإذا كان استأجره بمدة معينة لزمت، بعد شلون يطلعه شلون يخليه يطلع يغريه يقول له أجعل لك مثلا أصدق عليك كذا أعطيك أجار 6 شهور أدفع عن فواتير الكهرباء أشيل أغراضك أشيل كذا يرضيه. فإن قبل بعد ذلك صار راضي قال ما يخالف تمت الإقالة يجوز فيها الإقالة. هذا بالنسبة إلى عقد السكن، وأما عقد العمل سيأتي إن شاء الله. هذه المسألة الشرعية. صلوا على محمد وآل محمد. سلم على محمد. واضح المسألة يا أخوان؟ أحب أن السؤال تفضل وأنتم كذلك. من تعلم مسألة واحدة نعود هالرواية نخش رواية. من تعلم مسألة واحدة قلد يوم القيامة بألف قلادة من نور مع محمد وآل محمد. الله وسلم على محمد. نفعنا الله وإياكم بفقه علي وآل علي ومحمد وآل محمد. على محمد. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل
فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. السؤال خلوا بالكم مهم. السؤال اللي يطرح نفسه موسى عليه السلام عندما دعا بهذا الدعاء وقال هذا القول، ماذا يريد؟ شنو يطلب من الله؟ وش قال؟ قال ربي، ايش معنى هذه ربي لما انزلت الي من خير فقير؟ شنو معناها؟ قد يقول واحد مو واضح عليه ايش يريد موسى، ماذا يريد؟ ماذا يطلب؟ ما هو مراده؟ ما هو مقصوده؟ ما هو مطلوبه؟ وما هو مبتغاه؟ وش يريد؟ وش يبغى موسى؟ موسى لما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وش يبغى؟ أنا عارف وش يبغى. شنو يريد موسى بهالكلمة؟ شنو يريد؟ مهم هذا السؤال، مهم. شنو يريد موسى من هذا؟ ماذا يريد؟ ماذا يطلب بهذه المناجات التي ناجاها رب؟ هذه المناجات القصيرة والصغيرة والمختصرة مع ربه، ماذا يريد؟ ماذا يطلب؟ خلوا بالكم. قالوا هذا يتضح من تفسير كلمة خير. وإذا عرفنا كلمة خير في الآية ربي إني لما أنزلت إلي من خير، إذا عرفنا إيش معنى خير في الآية؟ إذا عرفنا هذا نبينها تعرف المقصود، ولكن كذا مو معروف وش معنى. وش ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب أنا قلت كيف هيدو خوية أنزلت إلي من خير فقير. قالوا بأنه يتضح بماذا يا أخوان؟ من تفسير كلمة خير. ايش معنى خير؟ قالوا خير في الآية في القرآن تأتي بعدة معاني، عدة معاني، وهذا يقولوا من تفسير القرآن بالقرآن. أفضل تفسير ما له تفسير القرآن بالقرآن، لأن يعني القرآن ترى يفسر بالقرآن، وترى يفسر بالسنة والروايات، وترى يفسر بالقرآن. هذا من تفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن. قالوا كلمة خير في القرآن تأتي على عدة معان. المعنى الأول، خير تأتي في القرآن بمعنى الدين، بمعنى الطاعة، بمعنى الالتزام. هذا معنى أول. نقول الآن صارين هم نريد معنى ثاني، شو خلوا بالكم حتى تعرفوا المقصود. المعنى الثاني أن كلمة خير في القرآن تأتي بمعنى القوة. معنى ثالث بأن كلمة خير تأتي في القرآن بمعنى الزاد، بمعنى الطعام، بمعنى الأكل. المعنى الثالث. وكلمة خير تأتي في القرآن بمعنى المال. ما تقول واحد ما شاء الله الله عنده خير واجد من الله عنده خير. ايش معنى خير؟ عندي فلوس، أنا راعي، يعني بقران. القرآن يقول إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. إن ترك وش معنى خيرا؟ ايش معنى؟ ماله ترك ماله. الوصية يعني يكتب وصية. واحد عنده فلوس المفروض يكتب وصية، حتى أولا لا يحرم نفسه من الثلث، يكتبها وصية، يكتب وصية، لا يحرم نفسه من الثلث، وحتى لا يصير نزاع وخلاف بين الورثة. الوصية طيل العمر. من مات بلا وصية مات ميتة الجاهلية. أول من أبو الجهل أبو سفيان. من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية. إذن الخير معناه وش؟ المال. القرآن يقول وإنه ماذا لحب الخير، يعني المال لشديد، يعني شديد، يعني حريص، يعني شحيح. هل عدة معاني للخير؟ انجي إلى المعنى الأول. المعنى الأول إيش معنى؟ قلنا الخير بمعنى الدين والالتزام والطاعة. وين هذا موجود في القرآن؟ موجود في القرآن. الخير بمعنى الطاعة. القرآن يقول وأوحينا إليهم شنو؟ فعلا خيرات. أحسن، خيرات يعني الطاعات.
العبادات يعني الالتزام بالأمور الشرعية والأحكام الدينية. يقول هذا اللي يقصد موسى، هذا اللي يقصد موسى. الرأي أول، موسى يقول إني لما أنزلت إلي من خير، من تعليمات، من أحكام، من مبادئ أخلاقية وشرعية، صرت فقيرا. إني لما يعني بسبب، لما يعني سبب، إني لما يعني بسبب ما أنزلت إلي من خير، واضح المعنى، من خير، من تعليمات، والصبر فقير. بسبب ماذا؟ بسبب ديني، بسبب التزامي، بسبب الأحكام الشرعية. وإلا لو أنا من دخ كذا كان أنا لا كما كنت ولا زلت. يقول موسى لو هذا ما هي القضايا كان بعدني صاير وين؟ في قصر من؟ فرعون، أمير، وزير، ومدير، ودي الملك بعد موسى، ودي الملك، ودي فرعون اتخذه ولدا. كان لازلت أنا في قصر فرعون، غني، أمير، وزير، مدير، بحبوحة العيش، ودي الملك، ودي الملكة. لكن يقول موسى أنا تركت كل ذلك، تركت كل ذلك نصرة للحق وطاعة لك والتزاما بالأوامر الشرعية والأوامر الدينية، فصرت فقيرا، صرت معدما. واضح يا أخوان؟ إني لما أنزلت إلي من خير، بسبب ما أنزلت إلي من خير، فقير. هذا واقع، واقع. كم واحد وكم شخص، وشخص واحد واحد ربما يطارد ويعاند ويشارد ويباعد ويفقر ويحارب في وظيفته وفي عمله وفي شغله. بسبب ماذا؟ بسبب دينه، لولا بسبب التزامه، بسبب انتمائه، بسبب هويته، بسبب طائفته، بسبب فئته، بسبب مذهبه. أقول ما يصير فقير بسبب دينه، ما يشتغل. وش اللي خلاه ما يشتغل؟ وش اللي خلاه يصير فقير؟ دينه، التزامه، لولا. وهذا واقع، صار لما صار في زمن بني أمية، وصار لما صار في زمن بني العباس، صار صار تاريخ له الفضل التاريخ. ولا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك مثل خبير، خصوصا على شيعة أهل البيت من ذاك الوقت. لولا من ذاك الوقت امتحن شيعة أهل البيت، الروايات تقول امتحانا صعبا وشديدا وقاسيا. بسبب ماذا؟ هل عندهم ذنب؟ هل عندهم جريمة؟ هل عندهم خطيئة؟ إلا أنهم يوالوا أهل البيت بس. من ذاك الزمن يوالوا أهل البيت، قاسوا ما قاسوا من المحن والخطوب والرزايا والبلايا، ما تنمو به الجبال. شيعة أهل البيت، معاوية يكتب إلى عماله، يكتب لهم كتاب يقول لهم انظروا، طالعوا، انظروا لمن قامت عليه البينة أنه يوالي عليا وأهل بيته، فامحوا اسمه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه إلى هذه الدار. طالعوا شوفوا من ذاك الزمن معاوية يكتب إلى عماله، إلى وزرائه، إلى أمرائه، إلى أمرائه، يقول لهم انظروا لمن قامت عليه البينة أنه يوالي عليا وأهل بيته، فامحوا اسمه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه. افقروهم، خلوه فقير، خلوه معدم، اسقطوا اسمه من الديوان. بالفعل صارت عمالة تبحث في السجلات، في الإدوارات، أي واحد يشوف اسمه أنه يوالي أهل البيت شخطوا عليه، مسحوا اسمه، أسقطوا عطاءه ورزقه. وأزيد بعد، اسمع الأزيد، مؤرخون يقولون وأشفعها بنسخة أخرى، يعني قرار جديد، كتب إلى عماله وقال لهم من اتهمتموه
من اتهمتموه؟ من يعني بالتهمة؟ ذاك هذيك كان فيها بينة، هذه أزياد. من اتهمتموه؟ من اتهمتموه أنه يوالي هؤلاء القوم؟ فنكلوا به، نكلوا به، نكلوا به وحده مدارة. ليش؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ يعني الناس ما يصلوا، مو مسلمين، كذا ما يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشهدوا لا إله إلا الله، يوالوا علي، والوا أهل البيت. من والانا أهل البيت فليلبس الفقر جلبابة والعذاب إهابة. سلام الله عليك يا أبا جعفر الباقر، تحدث. والآن هذه وثيقة إمام الباقر، ماذا يقول؟ يقول قتلت شيعتنا بكل بلدة، عشان شيعتنا بس، قتلت شيعتنا بكل بلدة، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة والتهمة، وكان من يذكرنا من يذكر بحبنا، من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن، ونهب ماله وهدم الدار. ولا زال البلاء، ما نقول ولا زال البلاء يشتد عليهم حتى جاء زمن الحجاج فقتلهم أشر قتلا، فقتلهم بكل قتلة وأخذهم بكل ظنة وتهمة، حتى أن الرجل ليقال له زنديق أو يقال له كافر أحب إليه من أن يقال له بأنه يوالي. كافر أو زنديق أحب إليه من أن يقال له بأنه من شيعة علي إلى هذه. ليش كميت بن زياد يقول ألم تراني؟ هذه أجدادنا، احمد ربكم، المفروض احنا واقعا نشكر أجدادنا، نترحم عليهم، حملوا لنا هالأمانة، عاشوا خوف، عاشوا قلق، أجدادنا وأجداد أجدادنا حملوا هالأمانة، أمانة التشيع، أمانة الولاء، عانوا ما عانوا، يمكن يقروا في خفاء، يمكن يقرأ في سرداب، يمكن يقرأ في خوف ووجل، يقرأ لكن بقوا على الولاء، على هذا التشيع لأهل البيت. الكوميت يقول الكوميت ألم تراني في حب آل محمد أروح وأغدو خائفا أترقب، فطائفة قد كفروني بزعمهم من ذاك الوقت، كافر 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 من ذاك الوقت، وطائفة قالوا مسيء ومذنب، مع ذلك وش قال؟ ما لي إلا قال أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب صلى الله عليه وسلم. الله صل وسلم على محمد. إيه لو قطعوا وياهم وياهم، لو قطعوا أرجلنا واليدين، شنو؟ نأتيك زحفا سيدي يا حسين، ولاء وانتماء ومحبة لأهل البيت. أبا حسن لو أن حبك داخلي جهنم كان الفوز، عندي جحيمها كيف أخاف النار، وكيف يخاف النار من كان موقنا بأنك مولاها وأنت قسيمها. صلوا عليه وسلم على محمد. انت زمن بني أمية انتهت القضية وجو بني العباس، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، ماذا قاس الشيعة من بني العباس؟ ما
بل أزيد الرواية يقول قاسوا ما أضعاف ما قاسوا من بني أمية. الله يقول الشاعر ما فعلت أمية فيهم. شنو يا إخوان؟ ما فعلت بني العباس شردوهم. لماذا؟ لأنهم شيعة. شردوهم، طردوهم، هجروهم، قتلوهم، أفقروهم أيما إفقار، بنوا عليهم الأبنية، جعلوهم في ساسات البيوت ووسط الأسطوانات، صاروا غير من المخالفين تقربوا إلى الحكام بدم الشيعة وأتباع أهل البيت وبشتمهم. اسمع هالقضية، اسمع هالقضية اللي يذكرها منه الطبري لتاريخه وخزيها. الطبري يذكر قضية هو يرويها عن من؟ عن ابن الجنون، ابن أبي الجنون، شاعر، لكنه كان شاعر لئيم متملق خسيس. وشلون؟ هذا صار يتملق إلى المتوكل. يقول هو يقول نفسه يقول كتبت أبيات في دم الشيعة وشتمها. الشيعة مو البيت بس الشيعة يقول في كتبت أبيات في دم الشيعة وشتم الشيعة ودمهم. يقول فخلع علي المتوكل أربع خلع يعني أربع شرهات. شرها ما يقول شرها أعطاني أربع شرهات. ثم نثر على رأسي 4000 درهم، استغفر الله، 4000 دينار، وعقد لي ولاية على اليمامة وعلى البحرين. يعني أنت مدام أنت هالشكل ما يصلح والي إلى البحرين إلا أنت. ليهم؟ أنت تصلح والي على أهل البحرين. وعقد له ولاية على البحرين. لماذا؟ لأنه كتب شعرا في شتم أتباعه ونثر على رأسه 4000 درهم. يقول فلما أردت أن أنحني فألتقي ظهرك لا مثلك ما ينحني مثلك. أوقف خليك شامخ. وأمر ولده المنتصر أن يجمع المال إليه. ولده ودي الخليفة قال يلا جمع حل لعمه 4000 درهم جمعها لي وأخذت المال وانصرفت وأنا واقي على البحر. لماذا؟ شوف العداء، شوف الحقد، لأنه عمل شعرا يشتم فيه أتباع أهل البحر. فما بالك بأهل البحر أتباعهم وشيعتهم. فما بالك بالعلويين. حدث ولا حرج. يقول المتوكل أمر منع الناس أن يبروا العلويين لحن برهم. بلغ الحال ببعض العلويات بعض البيوت العلويات ليس عندهم حجار ومشمر إلى الصلاة إلا مشمر واحد بس مشمر واحد بس يتعاقبوا عليه في الصلاة. واحدة تخلص الثانية تلبسه وواحدة تخلص الثانية تلبسه. بلغ الحال بهم إلى هذا الحال. وذيلاك الفاجرات والعاهرات والراقصات يرفن بالحلل يرفن بالحرير يرفن بالكذاب بالديباج بالإبريسم. وذيل أهل البيت هالسعر سيدات علويات ما عندهم مشمر يصلوا فيه إلا مشمر واحد يتعاقبوا عليه. عجل ليش يقول سيد حيدر الحلي ما ذنبوا أهل البيت؟ وش ذنبهم أهل البيت؟ ما ذنبوا أهل البيت حتى منهم وأقلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعه نادي فمغيب كالبيض يغفر الله
طيب الورى شوقا طلوعها ومكابد للسوق ما منا إلا مسلوق أو مقتول ومكابد للسوق قد سقيت حشاشته نقيعة أدا حسنين
إن الذين نماهم أبا طالب أبو طالب في الطف زار اللطاف والله يا أبويا يا حيدر يا أبويا ما تجينا والله تجينا وشوفنا شلون زمان يا سبع يا عين الستة قضى وغلة أحشاء لم تنق عيدا جلس الشمر في صدره وحسين فما لجلوسك من موضعي يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيه من كان في مجلسنا صاحب حاجة اللهم اقضي حاجته شافي مريضه ومرضاه اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم إلى موتانا وموت الحاضرين سيما موت المؤسسين الحاج سعيد عمران اللهم ارحمه برحمتك أسكنه الفسيح من جنتك صب على قبره شآبيب رحمتك ورضوانك إليه وإلى زوجتيه وأسلافهما ووالدي ووالديكم ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات صلى الله عليه وسلم على